بدأنا في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وقد بدأ ذلك منذ عامين بإبرام بروتوكول للتعاون مع وزارة الاتصالات بما قيمته حوالي 240 مليون جنيه. وبدأنا في تطبيق منظومة التحول الرقمي على نيابات محافظة بورسعيد، واليوم يبدأ تنفيذ هذا المشروع على نيابات محافظة الإسماعيلية. وبلغ عدد النيابات التي تم تطبيق نظام التحول الرقمي عليها حوالي 17 نيابة، وفي خلال أيام هيتم تطبيق منظومة التحول الرقمي على نيابات محافظة السويس وجنوب سيناء والأقصر في فترة بسيطة جدا. اللي بيحصل النهاردة في إسماعيلية هو استكمال المنظومة على مستوى الجمهورية بالكامل، تطور في العدالة الناجزة، بالتأكيد دخول الرقمنة في عمل النيابة الإدارية بيدي سرعة وقوة في تحقيق العدالة الناجزة سواء كان للمواطن أو للدولة. فكرة التحول الرقمي أو التحول الرقمي مفروض أنه يمس كل قطاعات الدولة، ويمكن محافظة الإسماعيلية عليها تركيز اليومين دول. يمكن التأمين الصحي قرب على الافتتاح الرسمي، منظومة العدالة الناجزة للنيابات الجنائية تم نشره من حوالي سنتين، والحمد لله الإسماعيلية كمان بتخدم كل شمال سيناء، وفي نفس الوقت داخلين في كافة خدمات الدولة اللي المفروض تكون متاحة لحضراتكم.